اليوم ديالنا هو يوم دراسي حول قانون الماليه 2019 اللي حنا كنضموه سنويا. وهذا اللقاء هذا اليوم ربما جاء في واحد الفتره خاصه، لان انتم شفتوا اليوم كاين بزاف ديال التساؤلات، بزاف ديال الاشياء المقاولين كيتسائلوا. والهدف حنا اليوم من هذا اللقاء هو نبسطوا الامور للمقاول باش يعرف شنو هي الاشياء اللي جديده اللي جات والتبسيط ديالها، وكذلك نعطيو ربما كاين بعض المغالطات اللي ممكن نشوفوهم. اليوم كنشوفوا مثلا ضجه كبيره اللي كاينه في وسائل الاعلام اللي انتم فيها حول مثلا النظام المعلوماتي ديال الفوتره ديال الفواتير اللي هذا، وهذا الشيء كلشي اليوم خصنا نبينوا بان مثلا واخا تكون شي حاجه في القانون وفي بعض الاحيان هي كتقول بانه خص تكون يعني الانظمه التطبيقيه ديالها، هذا الشيء ما كاينش، وبعد النوبات كتكون مغالطات. يعني الواحد اليوم خصو يهتم بالقانون، يحاول يقرا القانون، يفهم القانون، لان القانون جاي من تصوت عليه في البرلمان وهو اللي من بعد كيولي اجباري. ولكن هناك كذلك بعض الاشياء اللي كمقاول كتاجر كيف ما كان خصو يتبعها باش يعرف شنو هي يعني الالزامات ديالو، شنو خصو يدير، شنو ما خصوش يدير، وبطريقه مبسطه. هذا هو الهدف ديالنا اليوم هذا اللقاء الدراسي. بطبيعه الحال هذا اللقاء الدراسي تيعطي في بعض الاحيان كاين اشكاليات اللي كنلقاوها. اليوم الدراسي تيعطي بعض الحلول، بعض الاشياء اللي هي اليوم باينه. بطبيعه الحال القانون الماليه 2019 هو اليوم خرج في القانون، ولكن بحال اللي كتعرفوا كاين اللي كنسميوه لا سيركولير ديال الاداره العامه للضرائب، مازال ما خرجتش اليوم، ولكن حنا غادي نقولوا سميتو غنشوفوا الراي ديال جميع الاطراف في هذه القضيه. وبطبيعه الحال ملي كتخرج هذيك لا سيركولير هي كتعطي يعني واحد التوجه لجميع المقاولات المقاولين كيف ما كانوا، اللي خصهم حتى هما يدرسوها ويعرفوا شنو كتجيب من اشياء جديده. وبطبيعه الحال حنا كنعطيو يعني المقاولين ديالنا كلهم كندفعوهم انهم يكونوا في اطار الشفافيه ويطبقوا القوانين ويكونوا ويفهموا بان واحد الحاجه مهمه اللي غادي، لان اليوم كاين واحد الضجه كبيره لا ما نديروش يعني الفوتره اوتوماتيكيه. انا في نظري اليوم اللي مازال ما طرقنالوش عن طريق في يعني في الوسائل السمعيه البصريه، ما قلناش بان هذه الاشياء راه هي في صالح هذاك المقاول ولا التاجر. يعني انه بغيت نقول هذه القضيه لان كلشي كيقول لا راه كاين غير الضرائب، ما كاينش غير الضرائب، كاين حتى التسيير ديالي المقاوله ديالي. الا كانت المقاوله ديالي فيها واحد لوجيسيال وكنعرف هذا، راني غادي غدا نكبر وغنتقاد ونعرف اش كندخل، ماشي غير بحال كندخل لاخر خارجه وما كنبدا نصرف بحال اللي كنقولوا حنا بالعربيه، واللي داير ما كيعرفش كندير. راه هذا الشيء هذا كله خصنا نمشيو بطريقه يعني ديداكتيكيه بيداغوجيه باش كلشي يفهم بانه ملي كنقاد المقاوله ديالي وكندير واحد اللوجيسيال راني انا براسي كنبدا نقاد المهنه ديالي وكنقاد المجال ديالي وكنزيد لقدام. وي سيت رونكونتر دوجوردي ايت اون رونكونتر دي زونتربريز دو لا ريجيون كي بور اورغانيزي بور ال بور لي انفورمي دي نوفيل ديسبوزيسيون دو لا لوي دو فينونس 2019 qui les concernent directement et qui sont déjà entrés en application. Pour qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation ou de retard dans l'application, nous avons estimé nécessaire de venir d'échanger avec les entrepreneurs sur ces dispositions, mais aussi de parler d'une manière générale de l'économie marocaine, des entraves au développement, des modèles de développement qui est en train en cours, des assises de la fiscalité qui vont avoir lieu dans quelques mois. Donc il y a autant de thématiques que nous voudrions partager avec les entrepreneurs. Merci. Voilà. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.